السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك في فيديو جديد وفيديو خاص جدا مهم جدا رائع إن شاء الله عز وجل. غادي أنت تحس بالروعة ديالو إن شاء الله حين تتابعه. العنوان ديالو كيف ترتاح بسرعة من تعب يوم شاق. ياك عادة واحد مجموعة ديال الناس كيتصلوا بيا بعد ما طلقت سلسلة ديال فرونسي 5x5 في الفيسبوك، وكيتشكاو من العامل ديال الوقت والعامل ديال الإرهاق من بعد التعب ديال اليوم ديال العمل. ياك خصوصا الانسان كيعيش، الاغلبيه ديالنا كنعيشوا في روتين، اما الاعمال اللي اخترناها ماشي مناسبه بالنسبه لنا، نوع العمل اللي كتخدم يعني ماشي داكشي اللي كنت كتطمح له، او ربما واخا داكشي اللي كنت كتطمح له اللحظه اللي بديتي كتمارسه دازت الان سنوات ديال العمل ووصلتي لواحد المرحله. خصوصا الانسان كيوصل 5 سنين في العمل هذا كيدخل في ما يسمى بواحد النوع ديال الروتين، وكيبدا يكره هذيك النوع ديال المهنه اللي كيخدم. لأساسي أن الإنسان كيجي من بعد واحد اليوم متعب متعب جدا، كيجي للدار كيجبر راسو مرهق، كيبغي أنه يزيد يقرا يزيد يطور من راسو يزيد أنه يتعلم شي حاجة جديدة، كيجبر راسو ما عندوش الجهد ما كاينش الوقت، ربما ما كيجبرش الجهد والوقت حتى أنه يتعامل مع وليداتو ولا مع مولات الدار ولا شي حاجة بحال هكذا. فهاد الأمر هذا غادي نحاول إن شاء الله ما عطيتنا الآن نتجاوزه. هاد العملية اللي غنعملو هي عملية نفسية، كواحد النوع ديال التمارين ديال الاسترخاء غادي نعملوها ما عطيتنا الان. انت في هذه اللحظه هذه كتسمع الفيديو هاولا اوديو، انا غادي نعمله على شكل فيديو اذا بغيتي تنزلو انت على شكل اوديو في التليفون مزيان، ربما نعطيك الرابط ديالو اوديو فيديو مع بعضهم انت اختار اللي يعجبك. لي اساسي ان حين غتسمع له خصك تطبق ديك الشيء، ومن الافضل تكون بوحدك، تكون بوحدك في واحد المكان هادئ، خصوصا الايام الاولى اللي غتمارس فيها هذه العمليه. من بعد حين غترجع عندك عاديه قد كفاك انك 5 دقائق توصل نفس النتيجه، واخا تكون في وسط الحافله مع واحد مجموعه ديال الناس او في وسط العمل انت جالس في البيرو ديالك ولا في اي عمل ممكن انك تمارسها في 5 دقائق كيجيب الله تيسر. وصلت لمرحله انني كنمارسها في بضع ثواني، يعني بغينا نقولوا دقيقه جوج دقائق، اذا تعطلت بزاف كنكون صافي وصلت نفس النتيجه اللي كنت كنوصل لها قبل في 20 دقيقه. وهذه مع الممارسه الانسان كيبدا يفهم كيفاش انه يرتاح بسرعه. هذه من ناحيه، من ناحية أخرى تجربة هذه العملية هذه سبق لي عطيتها لواحد مجموعة ديال الناس، المهم عطيتها الكثير من الناس لأنني في المدرسة مع التلاميذ ديالي دائما كنمارسها معاهم، ياك خصوصا أسبوعيا على الأقل، يعني خصوصا واحد مجموعة ديال الأقسام اللي كيكونوا كنحس بهم أنهم كيفهموني، وهذه كبيبرن شوية في السن وعندهم غرض أنهم يتعلموا أمور، فأنا كنعلمهم كيفاش أنهم يرتاحوا من التعب ديال اليوم والضغط ديال المدرسة وهذه. فكنمارسها معاهم تقريبا نقول ديك 10 دقائق هيداك كيكونوا صافي، يعني حسوا بواحد الراحه كبيره دخلوا فيها ومستعدين انهم يبداو عمل جديد رغم انهم في العشيه، يعني وصلنا 8 الليل والزياده. نقطه اخرى وان هاد العمليه هادي ولا هاد الفيديو هذا ولا هاد النوع ديال التمرين غادي يساعدك ترتاح حتى لواحد مجموعه ديال الامور. غادي ترتاح اذا كان عندك مثلا حريق في الراس، غادي ترتاح اذا كان مثلا عندك اذا بغينا نقولوا قلق، يعني شي واحد عصبك شي واحد زعجك، ياك غادي ترتاح نفسانيا، كيعطيك راحة بدنية وراحة نفسية وبالخصوص راحة نفسية بزاف. ممكن شي فيديو قادم ان شاء الله عز وجل غادي نتكلم فيه على الراحة القلبية كيفاش نوصلوا لها، لان يعني الان حنا كنتكلموا على الراحة النفسية، ديك المخلوق اللي الله عز وجل عملو فينا وهو طفل صغير، واخا نكبرو شحال ما كبرنا ديك الطفل الصغير اللي كيغضب كيعجبو يتفشح كيعجبو انه اذا بغينا نقولوا ما يتخلاش على يعني مجموعه ديال العادات الممارسات كيمارسها، ما كيعجبو انه مثلا دغيا كيطير له دغيا كيزعج كيغضب كيعجبو انه ينتقم من ديك الطفل الصغير اللي كاين داخل ديك النفس البشريه اللي الله عز وجل خلقها فينا، ياك وهي في نفس اللحظه عدوه ديالنا، ولكن خصنا نعملوا وسائل باش اننا نستطيعوا كيفاش نكسبوها وكيفاش اننا نسيروا الطاقه ديالها والقوه ديالها في الصالح ديالنا. هذا موضوع اخر طويل ان شاء الله عز وجل ديك الساعات نتكلموا فيه في شي فيديو اخر. حاليا انا بغيتك اذا كنت عندك غرض انك تمارس معنا هذه العمليه هذه فوقف الفيديو الان وفتش على المكان، ياك اولا المكان يزعجك حتى وحيد، اذا كان شي تليفون شي كذا خصك توقفه نهائيا لاننا ندخل في واحد الجو اخر كخص نهائيا الازعاج ما كاينش، وكنتكلم بجد ياك، الا اذا كنت عندك غرض ان تسمع الفيديو حتى الاخير وما استفدتي منه اذا سمعته وصافي. فضروري انك تعمل هذه القضيه دي، يعني تكون في الدار وبوحدك في شي مكان وخا برا، المهم تكون بوحدك في شي مكان ما يزعجك فيه حتى واحد، ونعمل من الافضل لو كانوا لي زيكوتور، يعني اذا كان السماعات ديال الاذن افضل،
تعملهم في أذنك، وديك الساعات غتبدا معنا هذه العملية إن شاء الله. إذا غادي نعتبرك الآن أنك طبقت هذه القضية هذه وغتبدا الفيديو إن شاء الله عز وجل. نبدأ على بركة الله. في هذه اللحظة هذه بغيتك أنك تجلس واحد يعني في واحد المكان، وتجلس مع يعني كأنك جالس فوق، إذا بغينا نقولوا كرسي، ياك ما تكونش موكي الحائط، ما تكونش إذا بغينا نقولوا ناعس فوق فراش ولا هذه، لا تكون جالس، جالس وتجلس مستقيم عادي بحال اللي كتجلس في كرسي اللحظة اللي كنتي في مؤسسة ولا في مدرسة ولا في بيرو ولا في أي بلاصة. تجلس جلسة مستقيمة، الراس ديالك ما تهبطوش للقدام، ما تردوش للور، عادي ممكن جلسة مستقيمة عادية. من الأفضل لو كنت تنزل يدك على الفخذين ديالك، ياك الهاتف من الأفضل لو كنت تعمل له في وضع الطائرة، ياك مش ما يدخلك شي إذا بغينا نقولوا شي حاجة غتزعجك، اللي بغينا نقولوا الواتساب غيره غيره، يعني ما يجي شي حاجة اللي غيزعجك إذا كنت كتسمع هادشي في الهاتف. إذا نزل يدك على رجليك على الفخذين ديالك، وبغيتك تنفس الآن معايا، تنفس تنفس عميق، ياك شحال ما تنفستي إن شاء الله عز وجل غترتاح، ياك عاود تنفس. ماشي مهم واش تنفس من الأف ديالك ولا الفم ديالك، اللي أساسي أن الإنسان يتنفس واحد التنفس عميق، وشحال ما تنفستي غترتاح، ياك استمر في التنفس هيدا حتى تحس براسك انك ارتحتي. الان بغيتك انك تشد عينك، ياك شد عينك وزيد تنفس واحد التنفس. في هاد اللحظة هادي بغيتك انك تركز على العضلات ديال الجسم ديالك كامل. بالنسبه لي كده كان الصوت كيزعجك في ودنك، نقص شويه الصوت، ركز على عضلات الجسد ديالك كامل. بغيتك انك تضرخي العضلات ديال الفخذين ديالك، غير فكر فيهم وتخيلهم انهم كيترخوا وغادي يترخوا. شحال ما رخيتي العضلات ديال الجسم ديالك شحال ما غترتاح. عاده العضلات ديال الجسم ديالنا كيكونوا متصلبين لحظه الانسان كيكون مزعج، يعني منزعج او كيكون انه متعب، ياك رخي العضلات ديالك. استمر في التنفس. في هذه اللحظة دي بغيتك انك تفكر في العضلات ديال الظهر وكرشك، ياك حتى هما مرخيهم. رخي العضلات ديال الكتفين ديالك، طيح الكتفين ديالك، زيد طيح الكتفين ديالك. شحال ما طيحت الكتفين ديالك شحال ما تزيد ترتاح. رجلك خصهم يكونوا معوطين، يعني ما كتحسش بشي حاجه انها كتزعجك، ياك اذا كان شي مكان مزير على يدك زوله، اذا كان شي صمطه رخفه شويه، المهم لي اساسي ان الانسان ما يكون حتى شي حاجه كيجلب الانتباه ديالو. ارتاح راسك. في هذه الحاله هذه بغيتك انك تركز لي على وجهك، ياك حنا باقيين العينين ديالنا مشدودين، ياك ارتاح، رخي العضلات دو وجهك، رخي وجهك العضلات دو وجهك. اذا رخيتيهم غتحس براسك كانك بديتي كتنعس، كانك يعني ماشي غتنعس ولكن كانك في الحاله ديال عندك الغرض انك تنعس، يعني انك غتدخل في الراحه. هاد العمليه دي غتدخلك في نفس اذا بغينا نقول في نفس النتيجه ديال النعاس، رغم اننا ما غادي نعسوش، ياك رخي العضلات دو وجهك، ركزي على التنفس ديالك. دابا الان تنفس عادي، خلي الامور تستمر عاديه ولكن ركز على التنفس ديالك كيفاش كيتم. لاحظ بان التنفس ديالك كل مره كيقل اكثر، كل مره ما كتسهلكش بزاف ديال الاكسجين. زيد طيح لي الكتفين ديالك اكثر، رخي العضلات دوجهك. الآن بغيتك تفكر لي في الدماغ ديالك، تخيلو كأنه عضلة وحتى هو رخي، غير فكر فيه
فكر انه يتصرخى وغادي يتصرخى بواحد. اذا رخيتي العضله ديال العقل ديالك غادي تحس بواحد الشعور غريب كيسري في الجسد ديالك من راس القاع، كتحس براسك بانك ترتاح اكثر. ركز على العقل ديالك اكثر ورخيه، زيد فكر في العقل ديالك، زيد رخيه. في هاد اللحظة دي بغيتك انك تعمل واحد المراجعة عن العضلات ديال الجسم ديالك كاملين، شوفهم عضلة بعضلة، ركز عليهم، لعل غتجبر شي عضلة باقي لحد الان ماشي مرخية، غير فكر فيها وهي غتصرخى بوحديتها. شوف العضلة ديال الظهر، شوف العضلة ديال الكرش، شوف الكتفين، رجلك، رجعنا للوجه، ركز على عقلك وزيد رخي، زيد فكر انه خصو يترخى اكثر. في هاد اللحظة دي بغيتك انك تركز على عينك، ركز على عينك وغتشوف واحد الضوء قوي، بغيتك تخيل كأنك نايس في البحار في الرملة والقيلة بغرط عينك، الشمس بغرط عينك، واحد الضوء قوي بغرط عينك، بغيتك تحس بالدفء ديالها. بغيتك تحس كأنك نايس فعلا في الرملة وعندك الغرض أنك ترتاح. تنام بوحدك في واحد الجزيرة مكاين حتى واحد قدامك، نعس على الرملة، الجو جميل جدا، الشمس رائعة، انت شد عينك ونعس على الرملة، كتحس بالشمس فوق راسك، كتحس براسك انك مرتاح. انت بوحدك في ديك المكان، ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي ازعاج، كاين حتى واحد كي شلب الانتباه ديالك، تعيش واحد أسبوع ديال الكونجي بوحديتك، وعندك الغرض غير أنك ترتاح. في اللحظة دي بغيتك تتخيل معايا انك نطي جالس وكتشوف ديك الجزيرة، البحر كيفاش انه هادئ ورائع، ديك الجزيرة فيها رمال ذهبية، فيها اشجار، قدامك واحد العصير بغيتك انك تاخده تشربه، تخيل راسك انك تشربه، بارد رائع.
بغيتك تمشي للبحر وتلعب شوية بالماء في يدك. تخيل راسك أنك قربتي قدام البحر وبديتي كتلعب بالماء في يدك، غسلتي وجهك به، غسلتي يدك، رائع جدا. بغيتك تعلي عينك للسما، السما صافية. بغيتك ترفع يدك للسما ودعي الله عز وجل. تخيل كأنك عليتي يدك للسما وبديتي كدعي الله عز وجل وكتشكرو وكتحمدو على هاد النعم اللي عطانا فهاد اللحظة دي بالضبط. بغيتك أنك تشكيلو بقلبك. الله عز وجل كيسمعك الآن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اشكيلو بقلبك. الله عز وجل كريم ورحيم قريب. اشكيلو جميع اللي كتحس به. تكلم مع مولك. بغيتك الآن تكلم مع مولك من قلبك. ما فيها بأس إذا أدمعت عينك. الله عز وجل على كل شيء قادر، قاد أنه يعالج لك جميع المشاكل ديالك. طلب منه أنه يكشف الغمة ديالك ويسهل لك الأمور ديالك ويجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة. طلب منه أنه يغنيك، طلب منه أنه يشفيك، طلب منه أنه يرفع المقام ديالك عنده، طلب منه أنه ينجيك يوم القيامة، طلب منه أنه ينجيك من عذاب النار، طلب منه أنه يكون معاك في القبر، ويجعل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم رفيق ديالك في الجنة. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهاد اللحظة دي بغيتك أنك ما تفتحش عينك ولكن تحس بالمكان اللي انت فيه. انت الآن في المكان اللي كنت جالس فيه في الأول. حرك شوي العضلات ديالك، حرك شوية عضلة الكتفين، حرك شوية رجلك هيك. تنفس بعمق على السلامة ديالك أسيدي. افتح عينك. بغيتك من بعد التجربة هادي تحكي لي كيفاش حسيتي هيك. نتمنى انك تحكي لي كيفاش حسيتي، اما في اوديو واما في برسالة هيك في الواتساب. هاد العملية دي يمكن لك انك تعملها مرارا، يعني تسمعها مرارا يوميا اذا بغيتي. في كل ما تحس براسك انك متعب، ما تحس براسك انك مجهد. كاين واحد مجموعة الناس كيكونوا ما عندهمش خيال واسع، فهم ما كيقدروش انهم يتخيلوا داكشي اللي كيسمعوه. ولكن اذا كنت من هاد النوع هذا ماشي مشكل، ياك يكفيك انك غير ترتاح العقل ديالك، العضلات ديالك، ياك وركز على عينك وبقى كترتاح. ديك الساعة وقف الاوديو، مش ضروري انك تسمع الكلام اخر اللي كنت كنقوله مثلا الخيال وهذا، وارتاح راسك. اللي كيكون عنده خيال واسع ياك يمكن لك انك توقف الاوديو وعيش الخيال ديالك. سافر في ديك الجزيره، انتقل من اماكن اخرى، عمل اللي عجبك. شحال من انسان عاش في واحد في ديك الخيال، شحال ما كيزيد يرتاح العقل الباطن والنفس ديال الانسان. كيعجبك انك تشاهد فيلم ولكن انت كتمارس فيه، ولهذا كيجي لك انك تنتقل لواحد الواقع اخر افتراضي اللي هو كيرتاحك. ومن بعد حين غادي ترجع للواقع ديالك الطبيعي، كتحس براسك مرتاح وكنطلق في العمل ديالك. هاد التجربة هادي ولا هاد بغينا نقولو هاد التمرين هذا كنت عطيته لواحد مجموعة الناس، من بيناتهم واحد السيد معلم بنية. يعني قال لي انا كنعملها في 12 حين كنكملو العمل النهار نص نهار كنعملها، وكنحس براسي بانني رجع لي واحد الجهد قوي بزاف كانها 8 الصباح. قال لي الشباب اللي معايا خدامين وهادي كيحسوا بالتعب
في اليوم في النصف اليوم الثاني، بينما انا كنحس براسي نشيط وكانني بديت اليوم من جديد وكنطلق عاود كانني ما عمري خدمت هذا الصباح هذا. اسمح لي اذا كنت طولت عليك، هذه هديه مني، استغلها واستفد منها دائما، خذها معك في بورتاب، كون ما تحس براسك معصب ولا متعب استعملها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يوفقك.